يا عسوستي ياني، كأني فايت عليا قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكو، كسحتوني. وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش، وانت برضو اللي صممتي تيجي. ويا ريتك جيتي لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبه. وانا اعرف منين يا فالحه ان هو ناوي اذيه؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاتنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك، قلنا لهم هلا والله نبغى نروح الكاهرة، راحوا جايبيننا على الكاهرة. أنا بقى مديت إيدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها، ما عجبهمش بمبكوا معاي، ما سكتش، رحت مسيبة عليهم رجالة القهوة. وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح I'm a big fan. إيه دي بقى؟ حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ لا دي حاجة حلوة، يعني ان انا معجبة بيكي جدا و I'm in love with طريقة كلامك. طب وماله يا حبيبتي؟ ما انا ليا معجبين كتير، هو انت اول واحدة؟ لا يا اختي انا مش قادرة، انا جتتي بتوجعني ولازم انام، بقالي ليلتين ما نمتش، والخمرة بايتة في معدتي وعاملة لي انتفاخ هتموتني. قومي يا أبلة مين، تعالي يا حبيبتي لما ردعك ونيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا اختي قومي سندي عليا. هو انا يا اختي اللي ساندة عليكي ولا انت اللي ساندة عليا؟ انت اللي ساندة عليا عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت. شريهين احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟ انا خايفة قوي، حاسة ان هو هيبعت لنا العصابة بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير، يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقولك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني زبط مع اصحابه يأمنولنا البيت ويأمنولنا المنطقة كلها، اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوه التراب. هو انت ازاي واثقه قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انت ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري شريهان ما تزعليش مني، يلا بقى مش هنحل كلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شريهين انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني تعرفي فين الفلوس؟ يلا الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي انت قدرتيني ونمتي؟ لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ بقولك الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. يعني ايه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حته وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحه مقطوعه والارقام كمان كلها مظبوطه اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، انا ما بقتش فاهمه حاجه خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميله جدا جدا جدا. اصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوه المانو بتاعته اللي هي العريحه ولا مظبوطه، والسيجار في ايده يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي، السيجار الكوبي طبعا معروف ان هو ملفوف على افخاد العزارة، السمر الحيارة، الشقر. لا انت كده هتف علينا المرارة، انجز. حاضر. العدد ده بصراحة
دي ذكريات حلوه قوي قوي وجميله، تحب احكيها لكم؟ كفايه ذكريات غريبه بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين، نشوف كده الرقم. صح، العدد ده 38 صفحه. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة فعلا، ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه، شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا، أصل أقول لكم إيه، ما انا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده اصله ليه ذكريات جميله قوي قوي ومهمه، حبيت احكيها لكم، انتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، انما تقعد تقول لي البداره والعذاره وتقرفنا بصراحه حضرتك. انا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنه 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميكي. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، البرنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشريهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، وهو أيضاً اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث أو الجريمة. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصورة عن اللي حصل اليوم ده، والشرطة بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على أي حد يلجأوا للشرطة مباشرة. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسماً بالله هشق الإزازة دي في دماغه، وأنا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس أخليه صابونة لوكس. يا سلام يا سلام، فينك متكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف اولادك واحفادك دول هما كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي.